بخير، صباح النور، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى معايا. عيد مبارك سعيد، باش ما تمنيتم إن شاء الله في حياتكم طول العمر وبعمر تحقيق الأمنيات. كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى أحسن الأحوال والعيد يدوز عندكم بخير وعلى خير كيف ما كتمناو. إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو خفيف ظريف بخصوص العيد، بخصوص كيفاش دوزت العيد وشنو درت في العيد. ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم ونتمنى انه يكون خفيف ظريف عليكم. احنا مازالين دابا يلا في الصباح، مازالين يلا في وقت وجبه الفطور، مازال ان شاء الله غادي نصليو صلاه العيد. وسبحان الله بكرة واصيلا. بالنسبه للمصانه ديال الطريقه اللي كندير لهم، كندخل الماء من الداخل كيتنقاو الصراحه كيرجعوا بويض، وحتى الطريقه اللي كنديرهم باش ما يبقاوش ملوين، يعني فاش تجيو تقلبوهم ما يعذبوكمش. ودابا غادي نمشيو نشوطوا الراس عند دوك الدراري اللي كيشوطوا الريوس على برا، يعني ما عاديش نشوطوه في الدار، على برا حسن كتحيد لك ديك الروينه وداك التماره، لو ما تعطيه للدراري يشوطوه. نري جاتني شي حاجه غريبه. ما عمرني ما صورت في التليفون مزنقه بحال هكا، كنقدش والله ما كنقد الصراحه. شي حاجه صعيبه انك تصور في الزنقه وتبقى غادي كتهضر. داكشي علاش ما كنصورش انا في الزنقه، اغلب كنصورها في الدار. تصوري تنصور غير في الدار، ما كنصورش في الزنقه. هنا غادي عند دوك الدراري اللي كيشويو الريوس، نشوفو شحال يشويو لينا هاد الريوس والكرعين كذلك. شوفو الثمن، شوفو قادو الدنيا هنايا. صافي خصني دابا مزيان نصور. اجي صافا نصورك حداهم. لا لا هانتوما كتشوفوا معايا، هذه هي الاجواء ديال العيد. دابا جبنا الريوس اننا نشوطوهم، هذه هي الطريقه اللي كيديروا الدراري. ما كتشوفوا اجواء غزاله تبارك الله. هنا فين تيشوطوا الريوس قالوا لنا واحد الساعه هكاك ورجعوا لهم. وكيف ما شفتوا معنا هذه هي الاجواء، جبنا الريوس للدراري خليناه لهم من هنايا ساعه ونص ولا ساعه ورجعوا لهم ان شاء الله يكونوا تشوطوا. حقيقة حسن هكا، حسن من الدار انك عاد تشعل الفخر، منهم هما يستافدو منهم تنتا ترتاح، تنتا زنتي ترتاحي.
صافي حنا دابا راجعين للدار باش نكملوا روينتنا ونجمعوا داك الشيء اللي بقى ونغسلوا داك الدواره. ندوز واحد الساعه ونص ونرجعوا ياك صفاء. ساعه مش ساعه ونص. ساعه قال لينا ساعه ونص. ساعه ترجعي لهم بوحديتك. انا غادي نمشي نغسل الدواره. زعمت نصور على برا زعمت واخا هي الصراحه والله حتى صعيبه. واحد الحراره زعما يا سلام فوق شويه دابا شويه فوق شويه. ها فوق شويه ولكن الصهد ولكن الحمد لله كدوز الاجواء زوينه. صافي دابا حنا طالعين نكملو روينتنا ونكملو نجمعو داكشي اللي درنا باش نشويو ونتغداو. ايوا يا المشاهدين هذه اصعب مرحله في العاديه انك تغسل الكرشه. بالنسبه للغسيل ديال الكرشه هي الملحه وسلقوها تتخرج غزاله من بعد ما كتحيدو كاع داك الوسخ كديرو شويه ديال الملحه في الماء سخون وكتسلق كتسلخ دغيا. اما واحد النوع شتو انا كيدير كاين اللي كيدير اسبرو كاين اللي كيدير جافيل ما عرفتش والله الا الناس كاين تيمرض راسو براسو كديرو غير خطر ما تحتاجوش هذاك الشيء كامل هي الملحه وديريها في الماء سخون تسلق كتخرج غزاله يعني كتسلق دغيا. بالنسبه للمصارن هذه هي الطريقه اللي كندير لهم انا باش كنطفيهم وكيسهلوا علينا العمليه من بعد ما غسلتهم ديك الطريقه اللي وريتكم سهله في الحقيقه. كنت غسلهم من الداخل كترجعهم بويض صافي كندير لهم شويه ديال الملحه كتملحو هما كيما الله يا ربي الله فرقت عليا كلشي بحال هكا كنجيب هنايا بحال دابا اللي كيعرف شي يقلبهم كنجيب قطب ديال الشوا بحال هكا اجرو ما يتعلمي ناس. صافي هنايا كنبقى نقلبهم انا بهذه الطريقه انا هي اسهل طريقه بالنسبه ليا ما عرفتش يعني اللي كان عندكم نتوما شي طريقه اخرى بالنسبه لي انا هذه اسهل طريقه. بالنسبه للطفيره اللي نعاود معكم بحال هكا كتلوي واحد اللويه على يديكم وكتبقاو تفروا من بعد كيتصد فرد دغيا. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير كل واحد وطريقته. اخيرا صبحت ديال شي حاجه ديال العيد مسكينه حتى رواد حتى رواد انا راه حطيت في الصعب انت راكي حطيتيها في السهل. شنو هو الصعب؟ هو هذا زوينه. هاي 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 على راود حادك دابا انت يا عيك تغسلهم تما وكنعطيهم ليا ايوا كنقيهم هو كيديرهم الصابون وانت تحكي ليهم نقيهم قول انا كندير لهم الصابون سير جيب الموز سير جيب واحد اخر. حنا كناكلوهم الصباح كنفطروا بهم العاده ديالنا كنفطروا برا الصباح ياك ونتايا مثلا ناكلهم كاف النهار ولا تاكل حتى الراس فوقاش كتاكل الراس مثلا كنشرب الراس ما كتاكلش كاع الراس
ايوا ما كليتي والو حيت ما كتاكلش الراس ما كتاكل والو. وصافي هنايا كنا كنشوف باش نديرو بولفاف، واحد الحراره ما نقول لكمش، الواحد هو اللي نشال راسو برا برا قهرنا الصاد الصراحه، ولكن ما عندك ما دير. وصافي هنايا دابا جمعت روينتي وصيقنا هادشي وجمعنا داكشي كاع اللي كان. دابا انا عاد كنصوب شعري، يعني صباح ما كنتش مصوبه، عاد ساليت باش نصوب، مشيتو معايا دغيا غادي نزرب عليه. بالنسبه لي كندير انا لشعري هو داك الجيل اللي كنت شاكت معكم غزال الصراحه، كيخلي الشعر كيف ما هو، يعني ما كيعذبنيش دغيا غير كيتصوب. وهادو هما الحوايج ديال العيد اللي شريت، هاد الصبيبات الصراحه غزال، والصاك ديالو جاونا صورتي معاك سوا. ايوا دابا انا عاد لبست حوايج العيد حتى ساليت الروينه وساليت الجميع، عاد لبست حوايج العيد. هذه هي الكسوه اللي خديت هاد المره، عادي ما بغيتش ندير جلالب، كان عندي واحد الموديل ديال جلابه كنت بغيت نخدمه غزال الصراحه، ولكن قلت ما بلاش، قلت خلي مره اخرى ان شاء الله، حيت انا فاش جيت نشوف لقيت عندي جلال بزاف، قلت اللهم شي حاجه عصريه هكا تبغي تخرجي بها ماشي بحال جلالب، حيت انا ما كنلبسش جلال بزاف. كي جاتكم لبستي الصاك، الصاك انا عجبني بزاف، هاد الصاك يمكن لك تلبسيه مع اي حاجه، حتى لك كنتي لابسه كلشي كحل يمكن لك تلبسيه، يعني فيه اللوان كاملين. وكيف ما شفتوا معايا خلاتكم وكيف ما شفتوا معايا، هذه هي الاجواء ديال العيد اللي دوزت، وهذا هو العيد. نتمنى ان الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم ويعجبكم، ومره اخرى كنقول لكم عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتوا ان شاء الله في حياتكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده وحياه جديده، تهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم.